واحد يقول لي هو انتوا برنامجكم فني ولا ديني ولا اجتماعي ولا سياسي ولا ايه بالظبط؟ بقول له احنا برنامجنا اجتماعي في الاساس، لكن احنا مؤمنين بانه الفن قد يكون من احد اهم الوسائل اللي تجمعنا، ما تفرقناش، اللي تحببنا في ديننا واللي تحببنا في ربنا واللي تحببنا في بعضنا واللي تطرح قضايا مهمه واللي تساند الوطن في اوقات شفنا في الحروب، في حرب اكتوبر، شفنا في الثورات، شفنا في قد ايه الاغنيه الوطنيه بيبقى ليها يعني دافع ويبقى ليها تواجد وتأثير كبير جدا على المواطنين. فبالتالي احنا في برنامجنا بنحاول نطرح كل ما من شأنه انه يجمع هذا الوطن ما يفرقوش، وانه يحببنا في بعض، وانه يطرح القيم والاخلاقيات، سواء بقى من خلال كلمة بنقولها، من خلال آية وحديث، من خلال أغنية، من خلال قصيدة يكون معنا شاعر يقولها لنا. احنا ده هدفنا في النهاية. وعلشان كده هيكون معنا النهاردة ضيوفنا الكرام الأستاذ الإعلامي عصام بطاح والمطرب استاذ عصام. برحب بيك طبعا، اهلا بيك يا فندم، شرفني ومنورني. اهلا يا شيخ مازن. والمطرب احمد بدوي منورني ومشرفني، اهلا وسهلا. انتوا اصدقاء في الواقع ولا جمعكم البرنامج فقط؟ لا يا فندم، احنا بقالنا، اولا مساء الخير عليكم وعلى كل جمهور حضراتكم، ويا رب نكون ضيوف يعني جمال كده على الجمهور ان شاء الله. لا انا واحمد علاقه صداقه اكتر من 15 سنه ما شاء الله، وما نعرفش مين مكتشف مين بصراحة. يعني ما عرفش هو أنا بشتغل في مجال تاني خالص غير الشعر، فبرضه هو اكتشفني، وهو ملحن ومطرب شاطر يعني. فتحية طبعا للبرنامج لحضرتك وسيادة القس أسنيوس، ويا رب إن شاء الله نكون في كده تعاون كويس معك إن شاء الله. إن شاء الله. أظن أبونا حبيب يسمع مستعجل على السمع قوي. نسمع. أنا عايز أهنيه على الكتاب الحلو. أنا بشكر حضرتك. وعايز أقول لك إن من المرات القليلة يا شيخ مصر إحنا بنسمع كلمة المعبراتي. يعني المعبراتي احمد عصام ده لقب انا اخدته في الدول العربيه حضرتك. السنه اللي فاتت كنت في الاردن، واللقب ده انا اخدته في دوله الاردن، مش في مصر يعني. انا اخدته كنت بتكرم تحت رعايه الملكه رانيا في عيد الام اللي فات ما شاء الله. فقالوا لي المصريين هم عندهم عشق للمصريين على فكره. احنا ما شاء الله احنا جامدين في اي مكان بنروح يعني، الحمد لله. قال لك انتوا بتعرفوا تعبروا، انت تعبر عن الموضوع فانت معبراتي. ويعني كل التحيه لكل الاشقاء في الاردن. من هنا بقى اكتسبت هذا اللقب المعبراتي. عصام بطاح، واهلا ومرحبا بك. اهلا بحضرتك. واهلا بالصوت الحلو اللي انا استمتعت بيه في اللحظات السابقه. اهلا الاخ احمد بدوي. يعني فرصه حلوه ان شاء الله نستعرض مع بعض. تبدا بحل يعني بكلام، وخاصه ان في انا مستعجل عايز اسمع. انا حابب ان احنا نهديكوا حاجه كده للبرنامج. هي والله جايه يعني، جت برضو بمحض الصدفه، وهي فكره ان انا بحاول اكتب بره الصندوق شويه. يعني انتوا عارفين الشعراء حضرتك بيبقوا مركزين قوي في قصه الايه؟ الحب والمراه ولا مش عارف ايه. ده جميل طبعا، كل سنه وكل امراه بخير، كان عيدهم امبارح تقريبا. حلو قوي، لكن احنا محتاجين نكتب للصداقه، ونكتب للجيره، ونكتب الغناء الاجتماعي، نكتب لصله الرحم، نكتب لعلاقه الاب بابنه، وهكذا. فحابين، فاحنا في حاجه عاملينها. انت شدك بقى برنامج الصديقان؟ طبعا شدك العنوان. طبعا فكتبت حاجه نيلة. بصراحه بحيي قناه المحور، وبحيي حضراتكم على الفكره. وما احواجنا معالي القس ومعالي الشيخ مظهر، ما احواجنا ان احنا نعمل النوع ده من البرامج الهادف. اللي بيساعد على لم النسيج. احنا عندنا في بلدنا مشكلات كتيرة جدا. إن شاء الله إحنا قادرين عليها إن شاء الله، وإن شاء الله نعدي كل المحن بحبنا وباحترامنا لبعض والكلام ده كله. فإن شاء الله بإذن الله أنا بهدي حضرتك وبهدي الشيخ مظهر. مقبولة منك يا أستاذ. الله يكرمك. يلا أستاذ أحمد. صاحبي العزيز. يلا. صاحبي العزيز. هنسمع الأول كلام وهنسمع بقى الحاجة الخاصة إن شاء الله. عن الصديقان بقى. جميلة. صاحبي العزيز، إزاي أتخلى عنك وإحنا في وسط الطريق؟ لازم تلاقيني جنبك وقت الألم والضيق، ويكون الحلم واحد وكياننا يبقى واحد، يا أكيد هنكون لا شيء. صاحبي العزيز، أنا شايف حلمك بيموت، أنا خايف عمرك لا يفوت، أنا ما أقدرش أسيبك وحدك ضد الحزن وضد الموت، وأقف أتفرج وقت طويل، شايلني همك لو قليل، جايز تحس بارتياح
وبإن شيء من الحزن راح وإن كان قليل. الله 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 شكرا. الله يا سيدي فتح الله لك وعليك. نسمع أحمد بدوي بقى في أهل بلد الطيبين. أولا بس بوجه شكر خاص لفكرة البرنامج لأنها فكرة بجد جميلة وجديدة وفعلا إحنا الوقت ده كنا محتاجينها جدا جدا جدا. فأحب أسمع حضراتكم كده حاجة يا رب تعجبكم. أهل بلد الطيبين. عاملينها بقى إهداء للبرنامج الصديقان. أهل بلدي الطيبين مسلمين ونصحين عمري شيخ مفتوح حضاره لعمي مينا اكمنه جاره هي دي روح المحبة جمع شمل المصريين مسلمين ومسحين وادي زينب ويا دورة ماسكة ايدها في أحلى صورة من زمان أجمل جيران على كل حاجة متفقين لف مصر شارع شارع لفها بالطول والعرض الكنيسة حضن الجامع موجودين على نفس الأرض ربنا يخليك ربنا كلمات الاستاذ عصام بطاح بس دي غير الصديق غير ال غير الصديقان انتوا ما لحقتوش الصديقان الاغنيه بتاعت الصديق ما لحقتش خلى عنك لا ما دي حبينا نعملها كلام بس ودي كل مره جايه بقى تيجي ملحنه بقى الحنها انا بقى المره يا فندم شرف لينا كل شرفه ونقول النهارده في من خلال البرنامج المحترم بتاع حضراتكم السائل المحترمين عايزين نوجه رسالة إلى كل الشعب المصري كلنا مسلمين ومسيحيين أطفال كبار رسالة عامة رسالة عامة. اتلموا اتلموا دي كلمة عيب على فكرة اتلموا لا مع اتلموا وخلي عندكم يا شيخ مظهر يا سيادة القس ايوه حبيبي خلي عندكم حكمة حكمة أكيد الاتفاق حكمة قالوها من زمان في الحكمة بأن الاتحاد قوة أيوة. وأن الفرد لو وحده لا حول له ولا قوة أيوة. فتلموا اللمة حلوة اتلموا وحبوا بعض اتلموا وساعدوا بعض اتلموا في الحقيقة اتلموا في الخيال اتلموا في أي حال خدوا حكمة من الطيور خدوا حكمة من البحور خدوا حكمة من الشجر خدوا حكمة من المطر اتلموا يا بشر الوضع بقى خطر الله. فاتلموا اتلموا توحدوا اللمة حلوة توحدوا يعني تسليموا وتوحدوا طبعا على فكرة ده ينفع تنفع لبرنامج اللمة الحلوة هنا في المحور برضه تمام يعني برنامج اسمه اللمة الحلوة إذا أنتم ناشدين على المحور وتغنوا ليها يعني ما أحوجنا إن إحنا شيخ مصر اللمة فعلا لمة زمان إحنا يعني الوحدة الوحدة والاعتصام والدفى كده دفى الأسرة كل نقعد جنب بعض كده في رمضان المعنى ده ما هو من ضمن يعني أهم الحاجات الجميلة في رمضان إنه بيلمنا طبعا على ترابيزه واحده على سفره على طبليه على الاعياد بتلمنا مع بعض البرامج بتلمنا مع بعض فمصر لمانا كده مع بعض كلنا في حضن بعض يعني يا رب دايما على الخير ان شاء رب الله دايما. احنا هتسمعونا ايه تاني وطني كده بخصوص فكره اللمه يعني احنا عاملين حاجه في الالبوم يعني انا كنت عامل البوم 2006 كانت فكره اسمها وسط القاهره والناس كان معايا مغني راب في اسمه الالبوم اسمه ايه اسمه وسط القاهره والناس الجديد كانت فكره والناس. اجتماعيه كده بنتكلم عن الشارع المصري والناس جينا في 2017 بقى حبينا بقى قعدنا فتره شويه كده ايه يعني بنتفرج من بعيد على الايه على الشكل المزيكا تطور ازاي فعملنا حاجه بقى بنجهز فيها ان شاء الله الايام دي القهوه حضر فمنها فكره القهوه فكره الـ 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 المكان ده اللي بيضم الشباب بيضم كل الناس الكبير الصغير بتاع القهاوي القهوه هو يقصد كده انا جاي لك قهوه يعني بس انت مش واقف على حاجه
قصدك ان اهواجي يعني ولا انت راجل شارع ميامي كمان راجل شارع راجل شارع بسيط وهي القهوه موجوده فين في الشارع في الشارع المصري دكتور مزهر القهوه حضن فين غلط بس راجل شارع لا 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 معروفه زياده القصه القهوه حضن بلدي اه طبعا الاستاذ عصام صاغ الموضوع بصراحه بفكره حلوه وعملنا لها برضه لحن انا قعدت سنه اكتب في الغنوه دي سنه براقب الناس اللي على القهوه لقيت انماط من البشر مختلفه من الثقافات والثقافات الاجتماعيه هو يشاركوا كل حاجه التواصل مصر ولا ايه ومن التصرفات انا عايز اقول لكم على حاجه انا شوف انا بعد برنامج بيخلص وخلص شغلي في المسجد انا بقعد على القهوه وبقعد في كافيه وبقعد على البحر وبقعد في البلكونه وبلعب كوره وبمشي في الشارع انا بلدي انا شخص بلدي شعبوي شعبي وما ولا اخجل طالما قاعد باحترامي مع ناس محترمه لا اخجل من ذلك وما بحبش امثل على حد لا انا كده هتشوفني على قهوه قاعد بشرب شاي هتشوفني على كافي شوب قاعد مع ناس محترمين وممكن يكونوا مسؤولين كبار كمان بالزبط. هتشوفني قاعد في 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 سيدنا الحسين باكل طبيعه شعبي هشوف باب الشعريه باكل شوارع ولحمه راس وبتشوفني في الكنيسه شوفني في المسجد انا كده ابونا بقى يقدر يعمل كده الطلعه اللي جايه كلنا بقى حضرتك يعني ما يبقاش حد لوحده بقى مع ابونا انا هاخده معايا اصبر ده هاخده معايا وهتشوفه قريب ان شاء الله دايما حاجه ثانيه خالص لا حبيب ان شاء الله نسمع الاغنيه كلمات مصطفى صنبه الطاح الحاني وتوزيع الفنان الجميل محمد ودر قعدنا سنه حضرتك سنه ما شاء الله طب يلا يا سيدي القهوه شاشه عرض لكن بدون مونتاج ابطالها زباينها طالعين بدون مكياج القهوه شاشه عرض لكن بدون مونتاج ابطالها زباينها طالعين بدون مكياج القهوه حضن الفضفضه تسمع كلام من داوده القهوه حضن الفضفضه تسمع كلام من داوده عن حد مش راضي بحياته وحد عايش بالرضا القهوه حضن امان فيها البشر الوان كوكتيل من المخاليق مسرح بدون عنوان صاحبنا سياسي متفلسف وده كذب وبيألف وده عامل فيها مثقف وده عايش مع الدخان ونكته طالعه من واحد وضحك كتير على واحد وحكمه جايه من واحد تقابل قفش على واحد وده عامل فيها مجنون بيشرب شاي على ينسون ولما يجي يتكلم بيبقى كلامه مش موزون القهوة حضن الفضفضة تسمع كلام من داودة عن حد مش راضي بحياته وحد عايش بالرضا يعني عشان برضه شبابنا ما يفكرش احنا بنشجع الاعاد على القهاوي من غير شغل لا اشتغل قلنا بعد الشغل واعمل اللي عليه وكل حاجه ومفيش منع بالليل تطلع تقعد مع اصحابك ساعه ساعتين تفضفض وتطلع همومك وتبقى صداقه برضه محترمه ما فيهاش لا مخدرات ولا فيها اي انحرافات انا فيك انما اعاد ونسيب شغلنا مقاهي مثقفين انا ضد الكلام ده في طبعا يعني نجيب محفوظ كتب معظم اعماله في مقهى الفيشاوي وسط البلد يعني وكان في مقاهي للملحنين زمان والمثقفين اتلحن فيها اروع الحان لام كلثوم واسمهان والاطرش هل الجو اتغير يا دكتور مصطفى زكريا احمد والناس دي كلها كان جماعي كلهم كانوا بيشتغلوا يعني هو سياده القس بيسال لحضرتك هل الفكر اتغير يعني فكره القهوه دلوقتي اتغيرت كان ملتقى عباره عن مكان بيلتقي فيه المثقفين والناس السياسيين والى اخره وكان بيخطط لثورات ايوه لثورات من داخل القهاوي طبعا اتغيرت بقى النهارده للاسف بعض القهاوي موجوده النهارده علشان فقط الناس تشيش او تشرب معرفش ايه وقاعدين يضحكوا على بعض ويتمسخروا على بعض طبعا احنا مش مع الكلام ده خالص طبعا. احنا مع انك ممكن تقعد في مكان ما يطلع بقى قهوه يطلع كافيتيريا لكن بشرط تكون مخلص مشاغلك تكون ما انت سايب بيتك محتاج فلوس يعني او محتاج امن وامان وسايب عيالك ومراتك خايفين في البيت لوحديهم وانت قاعد بره سهران لحد الفجر
ما تبقاش قاعد تخطط لشيء غلط او ترتكب معصيه هنا هيبقى احنا ضد الكلام ده يا ابونا. صح ولا طبعًا ايه؟ طبعًا بكل منطق يعني. انما اي ملتقى في نادي في قهوه على الخير وعلى حب البلد مظبوط بعد ما عملنا شغلنا اهلا وسهلا بيك مفيش كلام. اسمح لي اخد من طرف الحديث من حضرتك بمناسبه حب الخير. عايز استغل موقف ان احنا مع حضراتكم وبرنامج جميل زي حضراتكم عايزين نطلق مبادره اعلاميه يعني المجال اللي احنا هنقدر نأدي فيه وهو تأسيس رابطة للإعلاميين اللي بيشتغلوا في مجال الخير. كل ما هو إعلامي بيفكر ازاي يعمل حاجة تفيد الناس وتفيد بلدنا ويبقى لها رد فعل إيجابي علينا عايزين نعمل الرابطة ديت ونجوب بيها محافظات مصر. نروح في مناسبات أعياد الميلاد، نروح في رمضان، نروح في أعياد الفطر، نروح في دخول المدارس، نروح في المرضى كتيرة. انا صح. كان ليا كذا مبادره سابقه مليون امل ومليون شفا مع الفنانه حنان تركي بوجه لها تحيه كبيره ومع الاستاذ ايهاب توفيق الفنان العظيم ومع الاستاذه منى عبد الغني. كل الحاجات دي موجوده حضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي لنا مبادرات بس كانت بشكل عشوائي يا معالي الشيخ. احنا عايزين الشيخ مظهر الكلام ده بقى يبقى بشكل منظم اكبر بشكل اكبر ومعمول كويس قوي قوي وده اللي ماشي دلوقتي او اللي حاصل دلوقتي ان احنا معلش احنا مش هنستنى انه الحكومه هتعمل لنا كل حاجه صحيح برغم ان ده لا ينفي ان الحكومه مسؤوله وكل حاجه ده مالوش علاقه انما انا بتكلم احنا نبدا نساعد نساعد بعض ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا. انا اول ما قامت الثوره عملت مبادره نظف مكانك وانقذ جارك. عملنا صندوق في العماره ازاي كل واحد يسيب 10 جنيه لحد ما الناس سابت في ناس سابت شغلها وناس يعني الدنيا بقت مش متظبطه معاهم فبداوا نشوف اكبر واحد عجوز في العماره ونسيب معاه الفلوس بس ياخد الفلوس سلف ويرجعها ويرجعها مش ان احنا احنا اي مبادره في الخير احنا معاها طبعا احنا عايزين نعمل اقترح عليكم حاجه احنا كنا الاسبوع الماضي رابطه اعلام في الخير كنا الاسبوع الماضي ده في الاسماعيليه وكان طبعا في وفد كبير جدا كان على راسه الدكتور حسن راتب ايوه وقعدنا تقريبا يوم كامل في الاسماعيليه علشان نزور اخواننا النازحين من العريش للاسماعيليه ايوه وقعدنا معاهم شفنا مشاكلهم والدكتور حسن قدم اللي يقدر عليه والدكتور عبد الهادي القصبي كان موجود الدكتوره مهجه غالب الدكتوره مارجريت عازر ناس كتير كانوا موجودين الحقيقه طب ما تجمعوا بعض انتوا كفنانين كده وشعراء وتروحوا تعملوا ليله فنيه في وسط الولاد دول ويسعدنا طبعا وتكون كمان اغاني وطنيه محترمه واعتقد هم هيقابلوا ده بالترحاب جدا عشان برضه يحسوا ان انتم معاهم كفنانين يعني انا فورا لو عايز دلوقتي بعد ما نخلص البرنامج انا اصل الاستاذ عماد خليل اللي هو رئيس تحرير البرنامج هو على اتصال بيهم وتقريبا هو رايح جاي كل يوم يعني فهيقدر يعمل لكم حاجه زي كده يا شيخ مازن اقول لحضرتك ده مش تفضل مننا لا بالعكس ده واجب واحنا هنصورها ونزيحها في برنامجنا ونزيح تقرير ليها في برنامجنا اصدقائي الاعلاميين سواء المسلمين او المسيحيين يعلموا ان حضرتك الكلام ده حضرتك ده الف ب واجب على اي حد جمع كل اللي تقدر عليه استاذ عماد خليل هينسق لك حاضر وهناك سياده المحافظ كمان محافظ الاسماعيليه اللي هو ياسين طاهر راجل محترم وشغال بروحه وقلبه في الموضوع ده وانا برضو ممكن اكلمه وتعملوا هناك ليله فنيه مع اخواتكم النازحين والدكتور حسن راتب يصورها لكم كمان في المحور وتوزع هنا في قناه المحور او في برنامجنا على الاقل ان شاء الله انا ارحب باي حاجه فيها خدمة الإنسان طيب يلا بقى نسمع حاجة تانية بقى يلا نسمع عشان الوقت ما ياخدناش الناس اللي مصرة تعيش الناس اللي مصرة تعيش وبهديها للشعب المصري طيب يلا اللي مصر يعيش إن شاء الله مصر نعيش للأبد بإذن الله الناس اللي مصرة تعيش دول ناس شاطرين ناس عاقلين ناس فاهمين الدنيا كويس مش مجانين ولا بتهيس ابدا الناس دي جواها يقين ان الليل وظلامه هيخلص بعد ما يطلع نور الصبح بامر رب العالمين الناس اللي مصره تعيش يا شيخ مظهر جواها يقين الناس اللي مصره تعيش يا معالي القس جواها يقين بتدوس على الجرح علشان تعمل بس الصح وتكمل
وتعيش. الناس اللي مصرة تعيش سبحان الله تبص عليهم تلمح معنى الرضا في عينيهم. الناس دي الله يقويهم، الناس دي برافو عليهم، الناس دي رغم ان جراحهم مزمنة لكن قلوبهم مؤمنة، بيعملوا اللي عليهم، بيسعوا في الحياة وسايبينها على ربنا، ويقولوا غيره مفيش. الناس اللي مصرة تعيش أنا واحد منهم وفخور بيهم. الناس اللي مصرة تعيش الله عليهم. الله عليك. الله عليك. انت ملحنها ولا هي بس كده مع ال؟ لا دي القاء بس شعر كده. سمعت حاجه بقى كده؟ احنا ممكن نقول بقى اغنيه الالبوم اسمها موت مبسوط. لو حسيت انك هتموت اضحك فورا، موت مبسوط. خد بالك انا عاوز اسمع بيتين من الفن بتاع عبد الوهاب. تعمل حسابك عشان يخليك تمشي. يخليك تمشي. لا احنا ممكن نخلص ونطلع على القهوه عادي. لو حسيت انك هتموت انك هتموت اضحك فورا موت فرحان، لتقابل ربنا زعلان، عشت حياتك في الاحزان في الاحزان، يبقى العدل تموت مبسوط. ايه يعني عمرك وانت فين ايمانك بالقدر؟ انت حياتك عشتها رحلة عذاب ويا البشر. ايه يعني عمرك وانت فين ايمانك بالقدر؟ انت حياتك عشتها رحلة عذاب ويا البشر. اوعى تخاف وقت حسابك وقت حسابك، ايوه اطمن شكلك قلقان، ربنا عارف انك انسان انك انسان، جزء ملك على جزء شيطان. ايه يعني عمرك وانتهى فين ايمانك بالقدر؟ انت حياتك عشتها رحلة عذاب ويا البشر. يعني عمرك وانتهى فين ايمانك بالقدر؟ انت حياتك عشتها رحلة عذاب ويا البشر. الحقيقي هو الإنسان اللي بيبقى عنده ثقة في الله عز وجل طبعا. إنه حتى مهما ارتكب من ذنوب أو معاصي هو مقبل على إله غفور طبعاً. رحيم طبعاً. الأصل عنده الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن طبعاً. مع ذلك أيضا الإنسان مش بس بيعتمد على عمله، أي نعم بيعتمد على رحمة ربنا طبعا. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن مع إيماننا بده احنا برضو مأمورين ان احنا نشتغل طبعاً. نعمل الخير، نصلي نصوم نزكي نحج نعتمر نعمل الخير كله عليه. وبعد كده بقى انت خطاء هتتوب وهتقبل على ربنا عز وجل الغفور الرحيم. انما اقبال على الله بلا عمل ده مش مطلوب طبعا. تركا على الرحمة فقط بلا عمل ده مش مطلوب طبعاً. تعتمد على عملك فقط بدون ثقة في الرحمة ده برضو ايه؟ مش مطلوب. محتاجين العمل صحيح. والثقة في رحمة الله. رحمة الله. نعم. ده اسم الكتاب بالمناسبة موت مبسوط، ده كان اسم الكتاب. وله حكاية طريفة هاخد من وقت حضراتكم دقيقة. دي بس عشان الجو. نبلور الفكرة وناس تفهم. موت مبسوط هو دايما انت حالك لما مثلا بتطلع من زحمة القاهرة وطالع مثلا على مطروح او شرم، فبتبقى رايح يعني ايه؟ طالع من حالة داخل على حالة. الشخص المؤمن سواء كان مسلم او مسيحي، المؤمن هو عارف على فكره، هو بيبقى عارف خاتمته، طالع من دار الفناء الى دار البقاء. فدايما لما بنطلع من حاجه اقل لحاجه اكبر او حاجه من لاحلى
بتبقى الموضوع حلو. من احب لقاء الله فاحب الله، احب الله, الله لقاءه. فانا كنت عامل اضافه يا بونا في الموضوع ده ولا طبعًا. انا خلاص كفايه انا قلته. لا لا بالعكس، انا طبعا في اضافه يعني. طبعا بص يعني هو احنا بالنسبه لنا العالم الاخر ده عالم مريح، عالم فسيح، عالم يعني يعني كل العالم بما فيه من اتعاب واضطهادات ومضايقات والامات وامراض. مين بيحب الحياه في هذا العالم؟ فالانسان ما بيصدق يعني. هو اليقين في الجنة اللي هناك الأحلى لما ربنا ينطلق إلى عالم الرحب بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الجنة لما ربنا وصف الجنة في القرآن الكريم وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. بنفس اللفظ حديثنا لو إنما الجنة وطلق بنفس اللفظ ما لم تسمع ما لم يسمع به أذن، ما لم يسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عده الله الذين يحبون. يعني برضو نفس النص ما لم يسمع. يعني بص العالم الآخر في الحديث عندنا يا بونا، الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان رب العزة جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا كنت قاصد يعني النعيم في الجنة لا يمكن أن تتخيله أبدا. فاتصلت بي، ده كان الكتاب من بشتغل عليه بقالي سنة، فمن 6 شهور أو 8 شهور عملت حادثة كبيرة جدا. فأثناء الحادثة وأنا على طريق ده جاء موضوع ان انا هعمل الكتاب اسمه موت مبسوط. فبعد ما نزل الكتاب تمام اتصلت بيا قارئه، التليفونات جوه: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لو سمحت انا عايز اعرف انا هموت مبسوط ازاي. انت ايه، طبيعي ولا مش طبيعي ولا ايه؟ يعني ايه حضرتك هموت مبسوط؟ قلت لها حضرتك تعملي اللي عليكي، كل ربنا راضي عليكي، حضرتك تعرفي ان انت راحه تتكافئي مش تتعاقبي. صحيح. فانت راحه تتكافئي هتبقي ميته مبسوطه. احسنت. حضرتك تكوني ربنا راضي عليك. تاني حاجه يكون جوزك راضي عليك. قالت لا الحمد لله انا مطلقه. قلت لها هتموتي محروقه ان شاء الله. لا 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 يا راجل، لا لا يا راجل. وقعدنا نضحك. لا كانت من المواقف الطريفه يعني. احنا للاسف الوقت انتهى. وبشكركم شكرا جزيلا وعلى وعدي بلقاء قريبا ان شاء الله. ان شاء الله فرصه. الله يخليك يا استاذ. نشكر استاذ عصام على هذه المتعه. انا اللي بشكر حضرتك جميله، واستاذ احمد على هذه المتعه الجميله. صدق البرنامج جميل واستمتعنا بجد بيكم. بجد يا رب نكون دايما مع بعض كلها وعايزين نعمل حاجات لخدمه بلدنا وخدمه الانسان. احنا مع بعض على طول في كل حاجه في بلدنا يا رب. شكرا استاذ احمد بدوي، شكرا استاذ عصام، شكرا وشرفتنا. شكرا لاحبائي المشاهدين على عايزين نقول لهم بكره بقى في اعاده الاعاده النهارده الفجر، يعني فجر السبت الساعه 3 فجرا. هيبقى ميعادنا كل اسبوع مع حضراتكم الساعه 4 يوم الجمعه ان شاء الله من 4 ل 6 عصرا، والاعاده هتكون فجر يوم السبت النهاردة الساعة 3 صباحا فجر السبت إن شاء الله. على أمل أن نلتقي بكم دائما على خير. ومعنا أبونا أسناسيوس رزق، نورتنا وشرفتنا. أنا سعيد جدا جدا وسعيد شفتك النهاردة. الحلقة الحلوة بتاعت النهاردة والتخصصات والمواهب الكتيره اللي ظهرت النهارده من الشيخ مظهر. الله يكرمك، ربنا يجعلك دايما يعني صح. انا ما شفتوش. التقي بكم على خير في امان الله.